مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. مستمعينا مشاهدينا، أهلا بكم إلى برنامج مساء الخير يا وطن، وجولة مسائية نناقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية وحصاد اليوم الإخباري عبر شبكة وطن الإعلامية، وبالتأكيد سنخصص جولتنا اليوم لمناقشة التصعيد في قطاع غزة. تستمعون إلينا عبر الموجة 99.2 FM، تشاهدوننا عبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية وبثنا المباشر عبر موقعنا الإلكتروني وطن.net وبثنا المباشر على صفحتنا على فيسبوك وكالة وطن للأنباء. سنكون معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود معطان، من التنسيق والإخراج التلفزيوني الزميل خالد نجاص، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم سماح الكحلة. وبرنامج مساء الخير يا وطن يأتيكم برعاية بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. ونبدأ جولتنا بأبرز ملفاتها. 5 شهداء منذ الصباح، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 20 منذ بداية العدوان. غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة تطلق عملية ثأر الأحرار رداً على عدوان الاحتلال على قطاع غزة. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة قبل قليل عن ارتقاء شهيد جديد وإصابة 4 مواطنين آخرين وصلوا لمستشفى الشفاء بغزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وكانت مصادر طبية أعلنت عن وصول شهيدين وإصابة إلى مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة رفح، كما أعلنت وزارة الصحة عن وصول شهيد وعدد من الإصابات في المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة جراء العدوان المتواصل. وبذا ترتفع حصيلة الشهداء إثر العدوان على القطاع منذ أمس الثلاثاء إلى 20 شهيداً وأكثر من 40 إصابة.
وللوقوف على صورة الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا من هناك الزميل الصحفي محمود اللوح. محمود أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن، ولو تضعنا في صورة الوضع الآن في قطاع غزة. تحياتنا لكم وكذلك لكافة السادة المشاهدين والمستمعين. نبدأ بقصف مدفعي في هذه الأوقات في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس إلى الجنوب من قطاع غزة، يستهدف أراضي زراعية ونقاط رصد التابعة للمقاومة الفلسطينية. وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها في قطاع غزة حيث تحدثت عن 21 شهيد بالإضافة لعدد من الإصابات، من بينها إصابات وصفت بأنها بالغة الخطورة، 64 إصابة حتى هذه اللحظات، من بينهم كذلك عدد من الأطفال، حيث ارتقى للطفل الشهيد تميم داود 5 سنوات بفعل نوبة بفعل القصف المتواصل بالقرب من المنزل الذي يتواجد به، بالإضافة لطفلة وهي ليان امدوخ من مدينة غزة حيث ارتقت الشهيدة بفعل هذا القصف والمجزر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الآمنين والأطفال منهم حتى هذه الأوقات، حيث من الملاحظ أن من بين الشهداء عدد من الرجال من الكبار رجال كبار السن بالإضافة لعدد من الأطفال، وكذلك المدنيين من بينهم مزارعين في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، كما حدث هذا اليوم حيث قوات الاحتلال ارتكبت جريمة بحق 2 من المزارعين وهم محمد يوسف أبو طعيمة وعلاء ماهر أبو طعيمة، حيث كانوا يقوموا بأعمال زراعة وقطف للثمار زراعية في المنطقة الشرقية للزنة شرق خان يونس، وقد باغتتهم طائرات الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر، بالإضافة لارتقاء الشهداء من رفح وهم أيمن صيدم وأيمن كرم صيدم وعلم سمير عبد العزيز من سكان مدينة رفح بعد استهدافهم أيضا من قبل طائرات الاستطلاع، حيث أغارت على تجمع للمواطنين في المنطقة الشرقية لرفح. في قطاع غزة الآن الأجواء يعني هي تحليق لطائرات الاستطلاع وطائرات حربية تدخل الأجواء، وبين حين وآخر تقوم باستهداف أراضي زراعية ومواقع للمقاومة. كان آخر هذه الاستهدافات كما بدأت معكم برسالتي هي استهدافات لنقاط رصد تابعة للمقاومة شرق خان يونس وأراضي زراعية، سبق هذه الغارات والاستهدافات استهداف موقع للمقاومة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، واستهداف أيضا أرض زراعية في المنطقة الشرقية لبلدة بيت حنون، وتحديدا كذلك استهداف لأراضي زراعية في المنطقة الشرقية لعزبة عبد ربه إلى الشرق من جباليا. رشقات المقاومة لم تتوقف، بين حين وآخر تطلق المقاومة الفلسطينية صواريخها باتجاه منطقة الغلاف والمناطق المحادية لقطاع غزة، قد وصلت أيضا صواريخ بعيدة المدى للزود يعني وعبقلان. هذا محمود فقط أريد أن أسأل، بعد أن بدأت المقاومة بتنفيذ عمليتها والتي أسمتها ثأر الأحرار، كيف انعكس ذلك على الأرض وعلى الواقع في قطاع غزة؟ يعني المقاومة الفلسطينية حسب المصادر الأمنية الخاصة لنا هنا في قطاع غزة ومصادر خاصة في المقاومة الفلسطينية، هي بالفعل المقاومة لم تبدأ ردها على جريمة اغتيال عدد من الشهداء فجر يوم الثلاثاء واستقاء عدد من قادة سرايا القدس. نعم المقاومة الفلسطينية هي بدأت بالرد على القصف المتواصل على قطاع غزة وعلى كذلك بحق الأمنين والأطفال والشبان وكذلك العزل في المناطق الشرقية لخان يونس وجباليا وغيرها، حيث بدأت المقاومة الفلسطينية وتحديدا في بيان لها الغرفة المشتركة التي تضم كافة الفصائل والأجنحة العسكرية في قطاع غزة، بدأت بالرد وقد يعني أردفت بيان لها وقامت به يعني إصدار بيان لها تبنت عمليات إطلاق المقذوفات الصاروخية التي تأتي ردا على جرائم الاحتلال التي تستمر ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة باتجاه أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. الهدوء نوعا ما حذر هو في القطاع، نستمع لرشقات صاروخية ونستمع لقصف من قبل طائرات الاحتلال، لا حديث عن هدنة هذه اللحظات في ظل الحديث وتداول أنباء
في قطاع غزة عبر منصات كذلك إعلام الاحتلال الذي يتحدث عن قرار لوقف إطلاق النار هذه الليلة. المقاومة الفلسطينية وفقا لمصادر خاصة تقول أنها لم تتلقى أي اتصال في هذا الشأن حتى هذه اللحظة، لا زال هناك ضغوطات من قبل الجانب المصري وكذلك يعني وسطات دولية من بينها قطر والأمم المتحدة تضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف عمليات القصف حتى يتسنى لهم التواصل مع الفصائل الفلسطينية في غزة يعني تطبيق قرار إطلاق النار. المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة لم تبدي أي تصريح أو لم تتوصل لأي اتفاق وقرار وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي. نعم محمود، يعني الساعات القادمة بالتأكيد ستكون حاسمة في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي محمود اللوح، كنت معنا من قطاع غزة. أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تبنيها تنفيذ عملية ثأر الأحرار التي تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف للاحتلال الإسرائيلي ابتداء من مستوطنات غلاف غزة وحتى تل أبيب، وذلك ردا على اغتيال قادة سرايا القدس جهاد الغنام وخليل البهتاني وطارق عز الدين عبر قصف همجي لمنازل مدنية خلف كذلك عددا من الشهداء المدنيين الأبرياء. وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في بيان لها أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا والاغتيالات هو خط أحمر سيواجه بكل قوة وسيدفع العدو ثمنه غاليا. وأكدت أن المقاومة جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإن أياما سوداء في انتظاره. ولفتت أن المقاومة ستبقى في كل جبهات الوطن وحدة واحدة. ومن الجدير بالذكر أن أعدادا كبيرة من المستوطنين القاطنين في محيط غزة غادروه، فيما تم تعطيل الأنشطة ضمن نطاق 40 كيلومترا من قطاع غزة تحسبا لرد المقاومة على عمليات الاغتيال والمجزرة التي نفذت في غزة أمس. وشملت هذه الإجراءات تغيير مسار الطيران ووقف حركة القطارات، وتعطلت حركة الملاحة الجوية في مطار الليد بن غوريون في تل أبيب بعد إطلاق هذه الصواريخ. وللمزيد من المتابعة والتحليل يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو المحلل السياسي السيد أشرف عكا. سيدي أهلا بك، إلى مساء الخير يا وطن. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية، كيف تقرأ رد المقاومة الذي شهدناه اليوم؟ كان هناك صمت لمدة تزيد عن 30 ساعة ربما بعد تنفيذ الضربة الأولى والاغتيال الذي نفذته طائرات الاحتلال، ويعني في ساعات اليوم ردت المقاومة، كيف تقرأ هذا الرد؟ يعني رد المقاومة دليل على أن هناك تنسيق كبير بين كل أطراف المقاومة، وأن وحدة الصف الوطني والفصائل في قطاع غزة على بأعلى مستوياته، وأن الفعل العسكري الذي قام به الجيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الجهاد الإسلامي، الجهاد ليس لوحدها، كل الفصائل معها، هذا المستوى من الرد ومساحة الرد ومدى الرد دليل على جهوزية المقاومة وتأهبها واستعدادها طيل الفترة الماضية لإنذارات وتهديدات الاحتلال. المقاومة الفلسطينية الآن واحدة موحدة قوية قادرة على توجيه ضربات موجعة لهذا الاحتلال، والحديث عمليا عن مئات الصواريخ، وقد طالت في بعض منها بعض المواقع الاستراتيجية التي لم يعلن الاحتلال عنها، ولكن المقاومة أكدت ذلك. وبالتالي استطاعت المقاومة حتى في ساعات الصمت أن تربك هذا الاحتلال وتخلط أوراق حساباته السياسية وتجعله يذهب إلى الملاجئ ويقوم بعمليات تأهب لمسافة أكثر من 80 كيلومتر. هذا يبين قدرة المقاومة على إرباك هذا الاحتلال وعلى إيلامه، وعلى قدرة الشعب الفلسطيني على مواصلة القتال والنضال والثأر للشهداء الذين قضوا في قطاع غزة. بعد الضربة بالأمس خرجت الكثير من الأصوات في دولة الاحتلال ومن قادة الاحتلال تقول بأنهم استعادوا قوة الردع بعد تنفيذهم لهذه الضربة. بعد هذا الرد من المقاومة
المقاومة، ما رأيك بذلك؟ يعني سقطت هذه النظرية مع صمت المقاومة وارتباك هذا العدو وفشل مخطط يعني إرباك المقاومة الفلسطينية وعزلها وفصلها عن بعضها البعض. ولكن بعد هذه الضربة دليل على أن المقاومة قادرة أن توجع الاحتلال، والمقاومة لن تكتفي هذه المرة إلا بتهشيم يعني قدرة الردع الإسرائيلية المتهشمة أصلا حتى في الضفة الغربية بفعل المقاومة في الضفة الغربية. ولكن أنا بتقديري هذه المعركة ليس كغيرها وليس كما كالتي سبقت. هذه الجريمة ستحدد معايير جديدة ومرتكزات جديدة في منطق الصراع مع هذا الاحتلال. المقاومة تدرك أن هذه المعركة ليس جولة عادية وإنما حرب شاملة يقودها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وطبيعة الخداع الذي مارسه الاحتلال وتنصلوا حتى من تفاهمات مع الوسطاء. يعني ما جرى كان يجب أن يذهب وفد من الجهاد الإسلامي إلى مصر، وكان في حديث عن وجود نتنياهو بشكل سري في مصر، وكان في هناك الحديث عن تهدئة، وبالتالي الاحتلال يخادع ويكذب. الاحتلال يعيش أزمات داخلية يصدرها على الشعب الفلسطيني. الاحتلال يريد أن يوحد جبهته الداخلية وتناقضاته الداخلية ينقلها إلى الفلسطينيين. أنا بتقديري فشل وسيفشل مرارا وتكرارا أمام إرادة المقاومة أو وحدة شعبنا بكل مكوناته. حتى على المستوى السياسي والدبلوماسي سارعت يعني الخارجية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وقد ينعقد خلال الساعات القليلة القادمة. وهذا يبين أن شعبنا يتوحد خلف المقاومة وخلف النضال، وبالتالي الاحتلال بمشروعه وبأهدافه التكتيكية والاستراتيجية قد فشل هذه المرة فشلا ذريعا. وأنا بتقديري يعني محاولة نتنياهو إنقاذ ائتلافه وإنقاذ نفسه يعني ستفشل هذه المرة أمام إرادة المقاومة. يعني من هذا الكلام وهذا ربما ما اعتبرته إنجازا للمقاومة الفلسطينية، الآن مئات الصواريخ وصلت ليس فقط لمستوطنات الغلاف وإنما أيضا وصلت إلى تل أبيب، كيف سينعكس ذلك وبالأخص على قطاع غزة الذي بالعادة يدفع ثمن كبير لإفلاس حكومة نتنياهو؟ يعني الله يعين قطاع، الله يعين قطاع غزة. دائما القطاع وأهلنا في القطاع يتحملوا إجرام هذا الاحتلال وبشاعة ما جرى خلال الأيام الماضية من قتل أطفال ونساء، دليل على وحشية وتوحش هذا الاحتلال على شعبنا. ولكن القطاع صامد وإرادة النضال والمقاومة عند أبناء شعبنا قادرة بالضرورة على تحمل هذه وامتصاص يعني ضربات الاحتلال والتكيف معها بذلك التضامن الشعبي وتلك الغاية الغيوية في تحرير أرضنا وشعبنا والثأر لأحرارنا وشهدائنا. نحن من تم الاعتداء علينا، وهذه المرة انفضحت إسرائيل أمام الرأي العام العالمي والدولي. هي من اعتدت، هي من انتهكت الاتفاقيات، هي من غدرت، هي من قتلت كل أشكال يعني الوساطات التي كانت ممكن أن يعني تدخل بشكل من أشكال يعني التهدئة، سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ولكن دعيني أقول هذه المرة حتى في هناك حديث عن وساطات، أنا بتقديري المقاربة في موضوع الوساطات لن تصح إلا في إطار صفقة شاملة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد يأتي حل ما تم إفشاله في العقبة وشرم الشيخ قد يأتي من قطاع غزة كمان. يعني أنا بتقديري يجب أن تنطلق المقاومة إن لم يقدر لهذه المعركة أن تستمر بجهود الوسطاء، أن نثبت حيزا سياسيا وموقفا سياسيا يشمل تهدئة شاملة حتى في الضفة الغربية، بما يمنع جيش الاحتلال من اقتحام المدن والاغتيالات الميدانية كما يجري، واستهداف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف كل أشكال اقتحامات المسجد الأقصى وفرض يعني التقسيم المكاني والزماني. وبالتالي يجب كمان أن يكون في هناك شعارات سياسية مركزية للمقاومة، لأن قد يدخل عدد من الوسطاء الآن لوقف إطلاق النار. يعني سيد أشرف، الآن هناك حديث عن وسطات وتدخلات لوقف إطلاق النار، حتى أن بعض المصادر ربما ذهبت إلى أن هناك اتفاق ربما وقريب وسيدخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق النار. أنت يعني تعتقد أن وقف ما زال مبكرا الحديث عن نجاح هذه الوسطات ووقف إطلاق النار في هذه المرحلة؟ نعم، أنا أعتقد أنه ما زال مبكرا، وإن لم يكن مبكرا تحت ضغط الأطراف
إن جاز لنا التعبير، وقناعة المقاومة بأنه قد يكون في هناك انتصار سياسي ما قد يتحقق، يجب أن نوسع أو أن نرفع سقفنا السياسي كفلسطينيين من خلال المقاومة في قطاع غزة. هذا هو المطلوب الآن. المطلوب يعني عملية التوقع أنه رح يصير تهدئة مش رح يصير تهدئة، هذا مرتبط عمليا بالحسابات السياسية، لأن أهداف نتنياهو يجب أن تسقط أمام إرادة المقاومة. هل سيقبل نتنياهو ذلك؟ إذا نتنياهو لم يسترجع قدرة الردع الإسرائيلية، لم يستطع الحفاظ على نفسه في ظل يعني خسارته في استطلاعات رأي وتراجع شعبيته وتآكل شعبيته في استطلاعات الرأي، لم يستطع عمليا توحيد جمهور اليمين حول الائتلاف الحكومي وغير ذلك من قضايا، هل سيقبل عمليا بوقف إطلاق النار دون توسيع؟ هناك دعوات عمليا وتحريض جدي من بعض أطراف يعني اليمين وأطراف الائتلاف بضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية لتكون عملية عسكرية شاملة باتجاه قطاع غزة حتى قد تصل إلى اجتياح، وتحريضات باتجاه سور وقت 2 بالضبط. وبالتالي هذه الحكومة ببرنامجها هي حكومة عدوان وتوسع، وهي حكومة حرب على الشعب الفلسطيني. وبالتالي يجب أن نقرأ الأمور بمقاربات استراتيجية شاملة وليس بمعركة أو تكتيك هنا وهناك في ظل هذه المرحلة وفي ظل هذا الوقت بالتحديد من الأزمة التي نعيش كفلسطينيين. أنا بتقديري المرحلة يجب أن تخرج من نطاق حتى التأثير العسكري الاستراتيجي إلى سقف سياسي أعلى في مطالب قد تشمل الضفة الغربية، ما غير ذلك للأسف قد نخسر فلسطينيا وقد نعطي لهذا الاحتلال ولهذه الحكومة اليمينية المتطرفة عمرا افتراضيا أكثر في إدارة يعني الحكم في إسرائيل. طب ربما من هنا كان الحديث منذ يعني بدء هذه الجولة وهذا العدوان الذي بدأه الاحتلال، كان هناك حديث وتركيز على الوحدة الفلسطينية. غرفة العمليات المشتركة قالت بأن الفصائل موحدة في ردها، حتى في مرحلة الصمت ربما والتي سمتها المقاومة الصمت المقدس لم تطلق رصاصة واحدة على يعني باتجاه المستوطنات أو باتجاه الاحتلال، حتى بدأ هذا الرد يعني الموسع والمكثف. أهمية الوحدة وما عملت عليه المقاومة في هذه المرحلة. في المقاومة أنا بتقديري حتى في الأسبوع الماضي كان في هناك تسريبات لاجتماع بين أطراف المقاومة مع حزب الله في سوريا، حتى بوجود الطرف الإيراني كذلك. وبالتالي يبدو أن يعني حلف المقاومة في المنطقة كان ينسق وكان يستعد لعدوان إسرائيلي ما، وبالتالي هو جاهز لكل الاعتبارات وكل الحسابات. يضاف إلى ذلك الوحدة الميدانية الكفاحية بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بما فيهم كتائب شهداء الأقصى في قطاع غزة والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وغير ذلك من فصائل المسلحة في قطاع غزة، دليل على أن المقاومة الفلسطينية بجهوزية كاملة بالتعامل مع هذا الاحتلال وسياساته. ودعيني أقول قد يعني عملية التدرج، يعني نحن لا نملك ترسانة عسكرية استراتيجية في مواجهة هذا الاحتلال، قد نطلق اليوم 100 صاروخ 200 صاروخ 300 صاروخ، ولكن من أجل إطالة أمد المعركة التي تزيد من خسائر هذا الاحتلال السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وضرب وحدة جبهته الداخلية الهشة أصلا التي تعيش بالملاجئ، بالضرورة أن نتبع تكتيكا عملياتيا واستراتيجيا وعسكريا يعني في من إبقاء ديمومة المعركة بعدد ما من الصواريخ، وهذا جزء من عمليات التنسيق الكبرى التي تكون فيها فصائل المقاومة. وبالتالي ساعات الصمت كانت للتحضير والتنسيق والترتيب لكي تكون عملية مدروسة حاسمة وقوية وفاعلة ومؤثرة، وإذا أراد الاحتلال أن يصل إلى وقف إطلاق النار تكون المقاومة قد أنجزت فعلا استراتيجيا بكل المعاني السياسية والعسكرية والأمنية بهذا الاتجاه. طب عن توقيت ربما هذه الجولة والوقت الذي اختاره بنيامين نتنياهو لتنفيذ هذا الاغتيال، استبق الأسبوع القادم ومسيرة الأعلام، وقيل أن هذا لإرضاء بن غفير كان، يعني الأسبوع القادم القدس ستكون الواجهة، ماذا تتوقع؟ هل سيكون هناك توسع للمواجهة؟ هل ربما تدخل ساحات جديدة إلى المعركة، هذه المعركة المفتوحة مع الاحتلال؟ أنا أقول إذا استمرت المعركة حتى يوم 18/5 بما له علاقة بمسيرة الأعلام، أنا بتقديري قد تدخل أطراف أخرى وساحات أخرى إلى ساحات المعركة،
وقد تكون محطة مفصلية في تاريخ هذا الصراع مع هذا الاحتلال، ولن تكون جولة من الجولات التي عهدناها في الفترة الماضية. وإذا استمر العدوان والتوسع الاستيطاني، وإذا استمر الهجوم على المسجد الأقصى، وإذا استمر إصرار بن غفير واليمين المتطرف في ما له علاقة بتنفيذ مسيرة الإعلام، أنا بتقديري الأمور قد تكون مفتوحة على مصراعيها. ولكن إذا استطاع الوسطاء خلال هذه الفترة، يعني أي قبل 18 شهر، وإذا لم تستمر المعركة حتى 18 شهر، يجب أن نثبت قواعد اشتباك ومعادلة بالتفاهمات، بذلك المعنى الذي يشمل الضفة. لأنه تهدئة في غزة وترك الضفة مستباحة للاحتلال، هذا يضع كل الوضع الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والفصائل أمام تساؤلات كبرى لا نريدها لها نحن يعني كفلسطينيين. يجب أن نوحد الساحات من خلال تلك المواقف المرتبطة بالفعل المقاوم وبالفعل النضالي والكفاحي، وبذلك المجهود والإنجاز السياسي الذي يجب أن يتحقق حتى على طاولة المفاوضات أو التفاهمات التي تأتي من خلال الوسطاء. طيب، في هذه المرحلة أيضا الرئاسة الفلسطينية، يعني الرئيس محمود عباس، من المفترض أن لديه كلمة في الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وهي بالتأكيد تأتي مع هذا التزامن وبتزامن مع هذا الوضع وهذه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والوضع أيضا المشتعل وساحة القدس كما تحدثنا. ما هو المطلوب من الرئاسة، وكيف من الممكن أن تدعم ما يحدث وتدعم المقاومة الفلسطينية؟ يعني طيل الفترة الماضية الرئاسة والسلطة الفلسطينية تؤمن بالتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني في المحافل الدولية، وتسند المقاومة عمليا سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا في المحافل الدولية. ولكن هذه المرة أنا بتقديري هناك لحظة حقيقة، يجب أن تنطلق القيادة بموقف أكثر صلابة وأكثر جدية في دعم المقاومة، وهذا يأتي عبر دعوة إلى حوار وطني فلسطيني شامل، وإلى وحدة وطنية شاملة، ولإنهاء الانقسام، وللتأسيس لمرحلة مختلفة في الحالة الفلسطينية. وأنا أقول دائما أن المشروع الوطني الفلسطيني الآن يعيش في حالة من الاستعصاء وفي مأزق استراتيجي. نحن في حالة انقسام وفي حالة يعني خلافات وتجاذبات لا تفيد بالضرورة مشروعنا الوطني ولا مصلحتنا الوطنية. وبالتالي على القيادة الفلسطينية أن تنتقل من مرحلة الإسناد السياسي والدبلوماسي والقانوني إلى مرحلة الشروع بحوار وطني فلسطيني شامل يعزز جبهتنا الداخلية التي هي نقطة الارتكاز الحقيقية في مواجهة الاحتلال. دون وحدة وطنية فلسطينية شاملة تحدد استراتيجية شاملة للتعامل مع هذا الاحتلال، تحدد آليات الفعل السياسي والدبلوماسي والقانوني والكفاحي والنضالي، ونتفق عليها فلسطينيا، يعني أنا بتقديري تبقى جهودنا مبعثرة. ما تنجز غزة لغزة وما تنجز الضفة للضفة، ونبقى في حالة من الضعف والتيه. نحن نحتاج إلى توحيد جبهتنا الداخلية ولتعزيز وحدتنا الوطنية التي دائما تتوحد في الميدان وفي العمل الكفاحي. كل شعبنا يلتف حول المقاومة وحول النضال، كل شعبنا عمليا في لحظة المواجهة يكون في الميدان مع المقاومة ومع النضال، وهذا يحتاج إلى رؤية سياسية مختلفة وإلى مقاربات سياسية من قيادات كل الفصائل الإسلامية والوطنية، وهذا كمان تتحمل مسؤوليته الكبرى القيادة الفلسطينية باعتبارها هي من يحتضن كل الأطراف، ويجب أن يكون قادرا على توحيد كل الأطراف وأن يذلل كل العقبات أمام الحوار. وهناك تفاهمات الجزائر بالفترة الأخيرة جرت وبالسنوات الأخيرة جرت، وبالتالي يجب تطبيقها. ماذا ننتظر الآن لتطبيق تفاهمات الجزائر؟ ما الذي يعني ما الذي ينقصنا كفلسطينيين؟ هناك يعني تفاهمات في مصر، وهناك تفاهمات في الجزائر، وللأسف الشديد حتى اللحظة حتى الوسطاء الإقليميين والدوليين الذين يعني يريدون خيرا للشعب الفلسطيني يعيش يعني الآن بدوا يعيشون حالة من يعني من الانزعاج من كل الأطراف لعدم تطبيقها للتفاهمات التي تجري والاتفاقات التي تجري في إطار الوحدة والمصالحة الفلسطينية الشاملة. سيد أشرف، أخيرا أود أن أسألك، ربما من المبكر الحديث، ولكن مثل هذه الجولة وما شهدناه حتى الآن، ما هي الوقائع التي من الممكن أن يفرضها على الأرض فيما بعد؟ نحن في فلسطينيا يجب أن نفرض واقع جديد، واقع يطلب من كل المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا،
وأن نتعامل مع العالم وفق آلياته وشرعيته الدولية إن لم يعطي الشعب الفلسطيني قرار حسب البند السابع يلزم ويجبر إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. دون ذلك أنا بتقديري علينا أن نغير من طريقة التعاطي مع المعطيات السياسية التي تحد من حركة الفعل الفلسطيني. على فصائل المقاومة في قطاع غزة كذلك أن تعي أنه كل ما له علاقة بالتفاهمات والهدنة والهدنة طويلة الأمد التي تجري مع هذا الاحتلال لا تحميها طويلا من هذا الاحتلال وما يخطط له للمقاومة. بالتالي علينا أن نثبت مسألة في غاية الأهمية لها علاقة بالسبيل والطريق الوحيد للوحدة والتوحد، وننقل مشروعنا الوطني ككل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الانقسام ومرحلة التسويات السياسية ومرحلة أوسلو إلى مرحلة جديدة عناوينها كيف نخلص شعبنا من هذا الاحتلال وكيف نحقق استقلالنا الوطني المنشود. نعم السيد أشرف عكا المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وكل هذه التفاصيل التي زودتنا بها، والشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا مشاهدينا على حسن المتابعة. نصل إلى نهاية هذه الحلقة من مساء الخير يا وطن، هذه تحياتي سماح الكحلة، إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.